تحية رياضية أبعثها لكم من برنامجكم ريبلاي على دوزان. بعد غياب 11 سنة عن قسم الأضواء، عودة النادي المكناسي إلى واجهة البطولة الاحترافية تصطدم بعدد من الإكراهات التي لم تمر دون تأثير على انطلاقته وعن ترتيبه. وبرصيد خال من الهزائم، اتحاد طنجة بانطلاقة قوية هذا الموسم تتمنى جماهيره أن تتواصل رغم ما يعيشه فارس البوغاز من مشاكل تواصل تربصها بالفريق منذ الموسم الماضي. والدفاع الحسني الجديدي الوافد الثاني على أجواء الاحتراف يبدو أنه لم يتبين بعد طريق الاستقرار بالمنافسة على مستوى النتائج كما على صعيد الإدارة التقنية بعد أن غير ربانه الدورة الماضية. والبداية كالعادة بالحدث. فريق النادي المكنسي الصاعد حديثا للقسم الوطني الأول، وبعد مرور 6 جولات لم يتذوق طعم الانتصار إلا في مباراة واحدة. يستقبل منافسيه خارج الميدان ويغيب عنه الدعم الجماهيري كأكثر فريق تأثر بهذا المعطى، بما أنه الوحيد الذي لعب كل مبارياته دون مشجعيه. كيف أثرت هذه الإكراهات على مسار الكودام لحد الآن؟ الجواب في روبورتاج لمحمد القرد. الشارع المؤدي للملعب الشرفي بمدينة مكناس لطالما شهد حركية ورواجا مع نهاية كل أسبوع. اليوم بعد 11 سنة من الغياب عاد الكوديم لقسم الصفوة، وغابت الجماهير بسبب إغلاق الملعب للإصلاحات، ليطرح السؤال هل أثر الأمر على نتائج الفريق؟ الحاجة اللي تقلق كونه مش مشكلة نلعب اون ديبلاسمون في لي تيران، معناتها لي كونديسيون باهيين، معناتها تو لي تيران سون معناتها اكسيلون، مي فما معناتها لا نون بريزونس نتاع الجمهور نتاعنا اللي انا بون نسمع عليه تو ماريتو. وتلخص ما غاديش يحس بضغوطات وما غاديش يحس بالقوة ديالنا اللي هي الجمهور ديالنا، فاحنا كنا عارفين هذا الشيء وكنا عارفين ان الظرفية ديال تكون صعبة، وكان الهدف ديالنا هو ومازال هو الهدف ديالنا هو نجمعوا اكبر عدد ديال النقاط في هذه الظرفيه هذه. تحس براسك تتلعب جميع المباريات بدون جمهور، تحس براسك جميع المباريات خارج المباريات اللي كتلعبهم في مره ما كتحسش بهذاك الطعم ديال الجمهور ديالك. في غياب الملعب الشرفي بمدينة مكناس، الملعب البلدي لمدينة القنيطرة كان حلا بديلا للقدم لاستقبال خصوم هذا الموسم. استقبال بهذا الملعب لكل المباريات حتى الآن لكن دون جمهور كان له انعكاس سلبي على مالية الفريق. التوقف ديال الملعب اضطرنا أننا نلعب خارج أرض الملعب بدون جمهور، ما يؤثر والأثر على مالية الفريق، هذا شيء ضروري ما عندنا ما نديرو، خصوصا أننا كنعرفوا أن جماهير النادي المكناسي من الجماهير اللي كتوافد بكثرة وكتملأ جنبات الملعب، فبالتالي كانت واحد نقدروا نقول واحد الخسارة مالية مهمة. معقل القديم التاريخي، الملعب الشرفي وسط العاصمة الإسماعيلية مكناس، يخضع منذ بداية الموسم لعملية ترميم شملت مجموعة من مرافقه. كانت أشغال جدرية همت أولا أرضية الملعب لأنها كانت أرضية من عشب صناعي والآن أصبحت أرضية عشب طبيعي. هناك أيضا أشغال على مستوى جديد الإنارة اللي أصبحت بجودة عالية وتحترم المعايير، وثم هناك أشغال في محيط الملعب حيث أننا قمنا بنجيب بإضافة أكثر من 15 بوابة. 6 جولات انقضت من عمر بطولة الموسم الحالية بين مطرقة غياب الدعم الجماهيري وسندان استقبال خصومه خارج القواعد. النادي المكنسي يتطلع لتثبيت أقدامه ضمن أندية القسم الوطني الأول، وهو الذي لم يحقق حتى الآن إلا انتصار وحيد. وأرحب بالاستوديو بضيف العدد المحلل الرياضي سعيد رزقي. مرحبا بك سعيد. أهلا وسهلا. بعد غياب طويل للكودام، يعني العودة إلى القسم الأول لم تكن موفقة على الأقل في الجولة الأولى من البطولة، يعني انطلاقة متعثرة لفريق عريق وبطل المغرب سنة موسم 1994-95، كل ملعب غياب الجماهير، في نظرك واش كان هناك أسباب أخرى لهذا الوضع اللي كيعيشها الكودام؟
انا اظن ان هذه الوضعيه هي كفيله بان تعطي للفريق انطلاقه سيئه، لان مستحيل ان يكون فريق يلعب على التنافسيه وكذلك على المنافسه من اجل تحقيق نتائج ايجابيه وهو ما وهو لا يتوفر على ملعب للتدريب وكذلك ملعب للمباريات. ومره اخرى فريق النادي المكناسي يعيش على ايقاع الذي سبق له في سنوات سابقه وهو ايقاع ارضيه الملعب. دائما احنا اصبحنا نتكلم على ارضيه الملعب، ارضيه سيئه والاناره سيئه. انا عندي سؤال للمسؤولين ديال النادي المكناسي، هذه الارضيه كانت سيئه السنه الماضيه وكيف استطاع الفريق انه يصعد؟ كذلك كانت الاناره هي غير صالحه وكيف استطاع الفريق انه يستقبل في بعض المباريات وكان ليلا؟ يعني هذا سؤال عريض يمكن ان نضعه على المسؤولين من اجل الاجابه، لان المسؤول اليوم هو المكتب المسير كذلك عنده مسؤوليه كبيره، لان المكتب المسير مباشره بعد الصعود يعني اقل مدرب النيبي واتى بن سلطانه، وهذا يمكن نعتبره يعني حيف حق المدرب المغربي كذلك، لان اقاله مدرب يحقق الصعود تقريبا بهزيمه واحده ليس ما لدي ما يبررها. وكذلك يمكن ان نقول ان فريق النادي المكناسي عاش على المشاكل الكبيره في الاداره كذلك الفنيه والاداره العليا، لان تغيير الرئيس ياتيان برئيس، الرئيس يستقيل، هناك مشاكل كبيره. هذه المشاكل هي التي ستعصب الفريق يعني ان لم يتداركوا الموقف مستقبلا الى يعني الى ما يحمد عقباه. طيب سيريس قلت طول الانتقال الارهاق والاضرار الماليه، ايضا تساءلت عن الملعب وعن الاناره وعن عدد من الاشياء، ايضا تساؤلي يصب في هذا الاتجاه، يعني ما جدوى دفاتر التحملات التي تفرض على الانديه ومن بينها توفر على ملعب للالتحاق بالقسم الوطني الاول؟ اكيد، لان هنا انا بصراحه ما بغيتش انني نستبق الاحداث ونقول ان دفتر التحملات لم يحترم، لان الفريق من شروط ولوج الفريق لدوري اي فريق لدوري المحترفين انوي عليه ان يحترم دفتر التحملات. فريق النادي المكناسي اليوم علينا ان نقول انه لم يحترم دفتر التحملات، وبالتالي من سمح لهذا الفريق انه يحقق الصعود حتى ولو حققه على يعني بالنتائج او على ارضيه الملعب؟ فبالتالي عليه عدم الولوج الى دوري المحترفين، لان هناك نقاط كبيره وكبيره جدا منقوصه وغير متوفره، ومن بينها الملعب. الإنارات، التنقل، اللاعبين، مشاكل اللاعبين، مشاكل المنع، هناك أشياء كثيرة يعني. نعم، حتى إن كانت ضمانات فما هي هذه الضمانات؟ طيب هذا بالنسبة للقدام. سيد سعيد رزقي، في شمال المغرب تناقض واضح بين ما يعيشه اتحاد طنجة خارج الملعب وداخله، الفريق يغوص في دوامة مشاكل لا تعكس نتائجه بالبطولة وهو دون هزيمة إلى حدود الجولة السادسة، ومشاكله في مقدمتها الوضع المالي والمنع من الانتدابات وأيضا تأخر الإعداد القبلي للموسم. الروبورتاج لفريد غيتو والتحرير لأسامة العبادي. فارس البوغاز يحاول التخلص من قيود الإكراهات والبصم على موسم مميز، هذا هو حال لسان نادي اتحاد طنجة، الفريق الذي تخطى مشاكله من منع جلب اللاعبين إلى الوضع المالي للاعبيه، بالإضافة إلى الامتناع عن التدريب، ليوقع على انطلاقة صحيحة في بطولة هذا الموسم. بداية البطولة أظن أنه كانت غير متوقعة، مسألة عادية نظرا للأكراهات التي عشناها في بداية البطولة، إضرابات، الامتناع عن التدريب، يعني استعدينا بشكل غير كافي 5 أيام قبل بداية الجولة الأولى، مجموعة من الأمور، كذلك فقدنا مجموعة من الكوادر وأمور أخرى يعني لا تهم الجانب التقني، لكن أظن بأنه خطابنا كان واضح، إحنا يعني كنا الانتباه ديالنا وتركيزنا كان منصبا بشكل كبير على طريقة توظيف اللاعبين. البداية ديال فريق اتحاد طنجة السنة ما كانتش سهلة نظرا لعدة إكراهات، من المنع ديال التجديد أو لا منع ديال الجلب ديال اللاعبين جدد، وغياب الجماهير، الملعب حتى هو ما كانش، ما عندناش ملعب فيه كنستقبلوا المباريات ديالنا. كنظن بأن هذه عراقيل اللي كانت سبب في تأخر التحاق اللاعبين بالتدريب، إضافة إلى عوامل أخرى خاصة ما يهم الوضع المادي للاعبين. اتحاد طنجة الذي يلعب خارج أسوار الملعب الكبير بطنجة هذا الموسم وبعيدا عن جماهيره، فرغم خسارته لركائزه الأساسية حاول التركيز على العناصر الموجودة، بالإضافة إلى تطعيم تشكيله بلاعبين من الأمل، خلطة نجح معها أصدقاء فوزي عبد المطلب في البصم على نتائج إيجابية.
كنشكروا المسؤولين اللي جمعوا الشمل ديال الفريق، كنشكروا اللاعبين، جميع المكونات، الطاقم التقني، الطاقم الطبي. الحمد لله حنا عازمين اننا نكملوا في هذا المسار هذا، رغم كل المشاكل اللي كيمر منها الفريق، فاحنا كنديروا اللي علينا، خدامين زعما بجد. فريق اتحاد طنجة الرقم المهم في خارطة الكرة الوطنية أكد وبالملموس أن العراقيل والمشاكل وإن وجدت فما لها إلا أن تظل داخل المكاتب، وأن لاعبيه يعلمون يقينا أن أقمصتهم يزينها شعار فريق ذو باع وتاريخ. أعود إليك سيد سعيد رزقي. الموسم الماضي اتحاد طنجة صارع من أجل البقاء، الآن ضمن ركب المقدمة بدون هزيمة، يعني هل يعود ذلك لأنه يلعب بدون الضغط أم بماذا تفسر الأمر؟ أنا بصراحة فريق اتحاد طنجة أنا أفسر الأمر ديال الانطلاقة الجيدة إلى المدرب هلال الطير، لأنه استطاع أن يجمع مجموعة من اللاعبين رغم أن الفريق غادر مجموعة كبيرة من اللاعبين بسبب النزاعات والمشاكل المالية كما تنعرفوا. الفريق اليوم هو يعني من الجانب التكتيكي ولا من الجانب التنظيم هو فريق ممتاز جدا، يلعب كرة جميلة جدا على أرضية الملعب، وهذا راجع للمدرب وكذلك الإدارة الفنية. ولكن المشكل الكبير الذي يعيشه اتحاد طنجة هو المشاكل المالية، أي أن الإدارة المالية أو الإدارة أو الرئيس أو غيره دائما في صراعات ومشاكل كبيرة، الصراعات السنة الماضية في بداية الموسم، بعدها الفريق خاض المسار نحو البقاء، يعني تم ذلك، يعني تم البقاء ديالو، ولكن بداية الموسم تنشوفوا أن الفريق تمشي بواحد الطريقة جيدة في الملعب، ولكن تسير فهو تسير يمكن أن نقول عنه أنه أقل من عشوائي، لأن لا يمكن أن فريق في الدرجة الأولى أو يلعب في دوري المحترفين يسير بهذه الطريقة. نتمنى من الجيل الجديد من الإخوان المسيرين الذين أتوا إلى اتحاد طنجة من بينهم الرئيس سيد قرطيط الذي اليوم هو على رأس الفريق، نتمنى أنهم ينهجوا واحد الأسلوب ليكون متميز في التسيير وكذلك متجدد وحديث من أجل صنع فريق المستحيل يكون فريق اتحاد طنجة. هذا هو سؤالي السيد السيد رزقي، لأن كنشوفوا مدينة طنجة تعيش واحد حالة من التطور على مستوى التنمية الاقتصادية والصناعية، بل هي قاطبة للمدن المملكة، ولكن هذا لا ينعكس على فريقها الأول اتحاد طنجة. طيب المكتب الحالي كما قلت أمام تحدي كبير، كيفاش ممكن أو الاستراتيجية اللي ممكن نخدم عليها باش هذه التراكمات ربما تسال مرة واحدة؟ لأن المشكل المالي دائما هو العائق الكبير عند الأندية المغربية. أصبحنا نشاهد مشاكل كبيرة، سواء يعني ممكن نقول أن أكبر إدارة تشتغل في الاتحاد المغربي هي إدارة ديال الليتيج ديال النزاعات والمنازعات، لأن الكل يتنازع مع الكل، الكل ينازع الأندية المغربية بسبب الفكر الذي بدأ ينتشر لبعض المسؤولين الذين يعني بصراحة لا يحسنون التسيير بشكل جيد، ومن بينهم اتحاد طنجة في السابق. فريق اتحاد طنجة، أنا لا أتكلم على الرئيس السابق الشرقاوي، لأنه لما جاء يعني الفريق يعني خاض واحد الانطلاقة قوية، ولكن اتحاد طنجة منذ سنوات وهو يعيش على إيقاع المشاكل. يمكن أن نقول أن يعني السيد قرطيط عليه أولا الانتباه إلى نوعية العقود، يعني وكذلك شروط العقود، لأن هذه هي المشكلة الموجودة في الأندية المغربية. نتعاقد مع لاعبين دون وضع شروط وقيود للنادي تخدم النادي. يمكن اللاعب يأخذ مثلا مليون دولار، ولكن ما هو مثلا المقابل في حالة إذا اللاعب لم يقدم المستوى المطلوب؟ يعني هناك شروط جزائية أيضا لازم يوضعوها في العقود. فهذه الانتباه للعقود، الانتباه إلى الشركات، الانتباه كذلك إلى مستوى اللاعبين، لأن لا يمكن أن نقيم لاعب إحنا بعقد كبير ومستوى أقل بشيء، يعني أقل من هذا ما يقدر أن يقدمه على أرضية الملعب. نعم، طيب سنواصل بهذه الإكراهات البطولة، بطولة المتناقضات كما تحدثنا في الكواليس سعيد رزقي. في قرار مفاجئ فاجأ الجميع، انفصل فريق الدفاع الحسني الجديد عن مدرب البرتغالي خورخي بيتشاو الذي كان قد قاد الفريق لتحقيق الصعود إلى قسم الأضواء، أما خليفته فهو زكريا عبوب. قرار جاء بعد 5 جولات فقط من بداية الموسم الحالي، ما أثار استغراب الجماهير والمحللين على حد سواء، مما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية هذا القرار وتأثيره على مسار الفريق في المرحلة المقبلة. أنس فوبار بعدسة أيوب الكحل. دقت ساعة الرحيل وانكسر الهدوء بمدينة الجديدة بعد إعلان فريق الدفاع الحسني الجديد انفصاله عن المدرب البرتغالي خورخي بيتشاو. ب
بطريقتها الخاصة ودعت الجماهير الدكالية المدرب الذي ساهم في عودتهم إلى قسم الأضواء، إلا أن بداية الفريق المتذبذب هذا الموسم عجلت برحيله. تحديات ديال الدفاع الحسن الجديدي والطموح ديال الجمهور ديال الدفاع الحسن الجديدي أو المشروع ديال الدفاع الحسن الجديدي كان كيستدعي واحد التغيير. تجربة جديدة في مسار الإطار الوطني زكريا عبوب العارف بخبايا البطولة الوطنية والساعي إلى ترك بصمة واضحة رفقة فريق الدفاع الحسن الجديدي، حيث يطمح إلى إنهاء الموسم رفقة رباعي المقدمة. مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة سابقا اختار خوض تجربة جديدة في الدوري المغربي عبر بوابة فريق ارتدى قميصه كلاعب عام 2007، واليوم يعود له بقبعة المدرب بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم، والطموحات كبيرة. ما كانتش محادثات كبيره مع فريق دفاع الحسن الجديد، جيت لانه كنعرف الفريق، كنعرف اللاعبين اللي فيه، كاينين با مال دو جوار اللي كتربطني بهم علاقه، فكنظن انه ان جروب اللي هو مزيان، ان جروب اللي هو اوموجين بارمي لي زوبجيكتيف هذا العام، كونستيتي اون ايكيب ان شاء الله باذن الله تكون كومبيتيتيف، اون ايكيب اللي تكون مزيانه، فريق متمكن متمرس وتحقيق نتائج ايجابيه. قبل وصول زكريا عبوب جمع الدفاع الحسن الجديد 7 نقاط من أصل 15 نقطة ممكنة، حيث انتصر في مناسبتين وتعادل في مباراة وخسر لقاءين. مجيء ديال المدرب عبوب كنتمنوا ليه الخير ان شاء الله، وكنتمنوا ليه التوفيق مع اللاعبين اللي امن بهم في الديبي ديال المجيء ديالو. كنتمنوا ان شاء الله اننا نحققوا المراتب الاولى. كنجراو ماتش بار ماتش ونحاولوا نجمعوا مجموعه من النقاط ولما لا ان شاء الله البوديوم. راح كاين مزيج باللاعبين، لاعبين خبرة ولاعبين شباب، مجموعة متجانسة، مجموعة ديال اللاعبين عندهم تجربة في قسم الوطني الأول، وإن شاء الله ندوزوا واحد الموسم اللي يكون رائع ونفرحوا الجماهير الجديدية. بتركيبة بشرية تمزج بين عناصر الخبرة واللاعبين الشباب، يريد الفريق الدكالي البصمة على موسم ناجح على أمل المنافسة على الألقاب بداية من الموسم القادم. الانفصال عن المدرب وتعاقد مع آخر، يعني كيف لقرار مثل هذا أن يؤثر على استقرار فريق ما وهو في بداية المنافسة، يعني بعد 4 أو 5 دورات؟ أكيد، لأن من المستحيل أن المدرب هو الذي حقق الصعود مع الفريق، وكل الكل يمدح في المدرب على أنه مدرب ممتاز، عنده أفكار، عنده أشياء كبيرة أضافها للاعبين وأضافها كذلك للمنظومة. اليوم بعد 5 أو 6 دورات يمكن هذا المدرب أصبح من المدربين السيئين، وهذه أشياء يعني احنا اعتدناها في الكرة المغربية، ولكن اللي ما اعتدناش في الكرة المغربية واللي لازم أننا احنا نناقشوه بجدية وبحرص هو من سمح للرئيس الفريق أن يكون هو المسؤول على استقدام اللاعبين، لأن مسؤولية خطيرة جدا. هذا موضوع آخر، أن المسؤولين ينتدبون بعيون تقنية، ينتدبون لاعبين. أصبح الرئيس يناقش مكان المدرب، وأصبح الرئيس يعين مكان المدرب، وأصبح الرئيس يتعاقد مكان المدرب، وفي الأخير يكون الضحية هو المدرب. لماذا لا يكون الضحية هو الرئيس؟ احنا دائما في كرة القدم بعد كل نكسة نقيل المدرب واللاعبين ونخلي الرئيس مثلا يتم في مكانه، لان الرئيس دائما قائم الذات ودائما هو الموجود. فلهذا احنا علينا ان نهتم بهذا الجانب بشكل كبير، وعلينا ان ننتبه الى هذا الجانب بشكل كبير. على الرئيس ان يقوم بدور الرئيس، والمدرب يقوم بدور المدرب، واللاعب يقوم بدور المدرب، لان ما شاهدناه الحين في الروبورتاج هناك تناقض كبير حتى في فكر وأهداف فريق الدفاع الحسني الجديدي. المدرب زكريا عبوب يقول أنني أنا جئت من أجل صناعة فريق، أنه يصب له فريق وكذا، ولكن اللاعبين، أحد اللاعبين يقول لك أنا من أهدافنا أننا نوصل البوديوم. أي بوديوم؟ المدرب غادي يصب فريق وانت غتوصل البوديوم، يعني تناقض كبير بين الاثنين، وهذا من الأشياء الخطيرة داخل فريق واحد. سؤال، هو لماذا لا تمتلك انت، اكيد متتابع البطوله وتتابع البطولات الاجنبيه وحللت عددا منها سعيد رزقي، لماذا لا تمتلك جول الانديه المغربيه ثقافه الصبر على المدرب والبناء وثقافه المدى المتوسط والبعيد؟ يعني احنا كنشوفوا كل مره يعني انفصال وتعاقد، المدرب الجديد دائما ما يحتاج الى وقت لنتائج الايجابيه. صحيح، هذا سؤال جميل جدا، لان هذا السؤال هو اللي غيحلنا على واحد الجواب اللي هو
بيت القصيد في الكره المغربيه هو غياب المدير الرياضي لان ليس باختصاص الرئيس ان يتدخل في شغل المدرب. الرئيس له علاقه مع المدرب في الاشياء الماليه وكذلك في ترتيب العقود. الذي له علاقه مع المدرب في ترتيب الاشياء الفنيه المهاريه الرياضيه هو المدير الرياضي، وحنا عندنا في كره القدم المغربيه مغيب هذا الجانب ديال المدير الرياضي. وتواجد المدير التقني اللي عنده صلاحيات بسيطه في الفئات السنيه وكذلك تحت سلطه الرئيس هو اللي تعطينا هاد يعني هاد المشاكل في كره القدم المغربيه. اذا احنا اردنا بشكل كبير ان نطور الانديه كما تتطور المنتخبات، لان عندنا تناقض كبير في كره القدم المغربيه. المنتخبات تسير على مستوى احترافي عالي جدا، والأندية في عالم موازي، والأندية في عالم موازي في عالم هاوي بكل امانه. لان عندنا احتراف في الجامعه وعندنا هوايه في الانديه. فبالتالي الانديه من اجل احنا لصناعه انديه قويه علينا ان نصنع لاعبين اقوياء. الحين عندنا برنامج ممتاز جدا تقوده الاداره التقنيه فيما يخص تكوين اللاعبين، ولكن لما نكون اللاعبين علينا ان نكون الرؤساء وكذلك المسؤولين ايضا. لان في الدول الاوروبيه والدول الاسيويه هناك شهاده اصبحت تصدر من الاتحادات، الشهاده خاصه بالرؤساء وخاصة ده. لا يمكن أن يكون المدرب عنده شهادة المحترفين والرئيس لا يملك شهادة الدي، كيف راح يتحدثون في الجانب التقني؟ أكيد هادشي اللي خلينا نشوفوا اصطدامات المكاتب المسيرة السابقة والحالية. شكرا لك على كل هذه التوضيحات وعلى هذا النقاش الغني. سي سعيد رزقي أنت المحلل الرياضي، شكرا لك. شكرا جزيلا لك أختي. في باقي الرياضات، الآن توج نادي الأهلي المصري بلقب الدورة 45 لبطولة إفريقيا للأندية البطلة في كرة اليد ذكورا، والتي اختتمت مساء أمس بمدينة العيون بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق فلاورز البنيني. أما إناثا فالكلمة كانت لبترو أتلتيكو الأنغولي. التفاصيل معك أسماء سلوان بكاميرا يونس حبشاوي. للمرة الثانية تواليا الأهلي المصري نال شرف الفوز باللقبية القارية ليتربع على عرش الأندية الإفريقية في كرة اليد بسبعة ألقاب بعد فوزه في المشهد النهائي على فريق فلاورز البنيني. وبتاء التأنيث توج فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي بالكأس على حساب فريق الساحل التونسي. سعيدة وفخورة بهذا التتويج، شكرا لمدينة العيون على هذا التنظيم الرائع. نشكر الجمهور المغربي ان هو ساندنا، وطبعا البطولة كانت صعبة يعني على افريقيا تبقى الظروف صعبة، وطبعا الماتشات كلها رخمة يعني مفيش مثلا ماتش سهل ماتش صعب، حتى ماتش النهائي طبعا بيبقى له ظروف خاصة. استهل الأهلي المصري اللقاء بقوة وفرض سيطرته على مجريات المباراة لينهي اللقاء بحصة عريضة 43 مقابل 22 هدفا. نشكر المغرب على حسن الاستضافة، والصراحة يعني بطولة ممتازة واحنا فرحانين ان الاهلي طبعا كسب. للبطولة طبعا جميل جدا جدا جدا، التنظيم في العيون يعني حلو ان شاء الله. بعد تنظيم النسخة استثنائية، مدينة العيون تصدر الستار على فعاليات الدور 45 للبطولة الإفريقية للأندية البطلة. مدينة العيون شهدت وما زالت طفرة على مستوى بنيتها التحتية الرياضية في السنوات الأخيرة، والتطور الذي هم مختلف المنشآت الرياضية بحاضرة الأقاليم الصحراوية جعلها قبلة لاحتضان كبرى الأحداث الرياضية آخرها البطولة الإفريقية لكرة اليد للأندية التي اختتمت أمس. عودة إلى أسماء سلوان ويونس حبشاوي. العيون طفرة حقيقية في مجال البنية التحتية الرياضية، فخلال العشر سنوات الأخيرة احتضنت مدينة العيون العديد من المسابقات القارية والعالمية حتى أصبحت قبلة رياضية إفريقية بامتياز. مدينة العيون أضحت جسرا يربط بين الشعوب يعزز العلاقة بين مختلف الثقافات. 11 بلدا قدموا إلى كبرى حواضر الأقاليم الجنوبية للمملكة للمشاركة في البطولة الإفريقية لكرة اليد، نسخة استثنائية أتاحت الفرصة للدول المشاركة للتعرف على ما تملكه مدينة العيون من جودة البنية التحتية. ماهوش غريب على المغرب في التنظيم، هوني بيان هوني بيان اكويي الحقيقه، سواء في النزل سواء في الليسال اللي نترينيو فيهم. البلاد باهيه برشا، العباد نتاعها مكرمين وباهين برشا. الصاله بسم الله ما شاء الله حاجه روعه،
استقبال جامد جدا، اهتمام من كل الناس يعني بصراحة، من كل مهتم من أول العامل لغاية أكبر حد. العيون رحبت بضيوفها، وفرت كل الظروف لإنجاح هذه النسخة، بنيات تحتية متنوعة كانت رهن إشارة البلدان المشاركة. سعيد بتواجدي بمدينة العيون للمرة الأولى، هي مدينة ساحرة وتنظيم هذه الدورة كان استثنائيا. اخترنا تنظيم هذه الدورة هنا بالعيون لما تتوفر عليه هذه المدينة من جودة البنية التحتية، ملاعب بمعايير عالمية تجعل العيون عاصمة الرياضة الإفريقية. في قلب الصحراء المغربية، العيون مستعدة لاستقبال المزيد من المسابقات القارية والعالمية. ومن العيون تنضم إلينا مفدتنا أسماء صلوان. أسماء مرحبا بك، يوني بك وانت بالملحفة الجميلة من قلب العيون العزيزة. كما جاء في تقريرك أسماء، العيون أضحت وجهة مفضلة لعدد من الرياضات التي تم تنظيمها هناك، كيف كان الأمر بالنسبة للبطولة الإفريقية لكرة اليد؟ يوني بك جيهان، يوني بالمشاهدين الكرام بالزي الصحراوي هنا من مدينة العيون التي احتضنت فعاليات الدورة 45 للبطولة الإفريقية للأندية الإفريقية لكرة اليد. هذه النسخة التي كانت استثنائية كانت مميزة نظرا لما تتوفر عليه مدينة العيون من جودة البنية التحتية الرياضية، وهذا ما أشاد به رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد. وقد أشاد أيضا الوفود أو أشادت الوفود التي شاركت في هذه النسخة 45 بمدينة العيون بالملاعب بما وفروه لهم من سبل الراحة، وقد أعجبوا أيضا بكرامة هذه الساكنة ساكنة مدينة العيون. لأول مرة جيهان عقد الاتحاد الإفريقي لكرة اليد اجتماعا سنويا هنا بمدينة العيون، وقد أشادوا كما قلت بالبنية التحتية الرياضية، وهذا ما يدل إلا على تطوير البنية التحتية والعناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لأقاليمنا الجنوبية. طيب أسماء، ماذا عن المشاركة المغربية والأندية الوطنية التي كان منها من يشارك لأول مرة في هذه البطولة القارية؟ نعم جيهان، بصمت الأندية المشاركة في هذه النسخة 45 على أداء جيد، من بينهم فريق منتدى درب سلطان الذي شارك لأول مرة في هذه البطولة بعدما فاز بالدورية الوطنية السنة الماضية، وقد وصل إلى نصف النهائي، لكن للأسف أنه انهزم أمام فريق فلاورز البنينية. منتدى درب سلطان الذي يعد أصغر فريق في هذه البطولة يريد أن يزيد من خبراته، وهي فرصة له أن يحتك مع فرق متمرسة في مجال أو في رياضة كرة اليد. بالنسبة لفريق وداد سمارة ممثل أقاليمنا الجنوبية، كما نعرفه هو فريق متمرس، فريق لديه لاعبين شباب، لاعبين متمرسين أيضا في كرة اليد، احتل المراكز الخامسة الأولى في هذه البطولة. بالنسبة للإناث كان حضورا من طرف اتحاد النواصر الذي أقصي من فريق أو من دور الربع، لكنها تبقى مشاركة مهمة وفرصة لهم من أجل كما قلت الاحتكاك والاستعداد للدورية الوطنية الذي سيبدأ انطلاقا من الأسبوع المقبل. نعم أسماء، كل التوفيق لأنديتنا الوطنية لكرة اليد. شكرا لك أسماء، كنت معنا من العيون. واللحظة مشاهدينا نصل لفقرة عالم الويب. الختام إذن كالعادة بأبرز ما جاء في عالم الويب رفقة أسامة العبادي. أسامة مرحبا. مرحبا. ماذا أعددت لنا هذا الأسبوع؟ مرحبا بك جيهان. أولا إذن بداية بفقرة الرياضة في الشبكة، سنخصص هذه البداية لمقطع فيديو لقائد المنتخب الوطني المغربي أشرف حكيمي من الصفحة الرسمية للنادي الباريسي، والتي تغنت بالنجم المغربي وذلك على الطريقة المغربية. لنتابع.
الفيديو القادم للظاهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي اختار اللاعب المغربي إلياس بن صغير ضمن قائمة أفضل المواهب الصاعدة في سماء كرة القدم العالمية لنشاهد. إلياس بن صغير. Mentalité Seine-Saint-Denis, je vais mourir en Seine-Saint-Denis, je suis venu pour piquer pas d'insomnie. Je suis toujours dans le 7-5 Seine-Saint-Denis, j'ai vécu Seine-Saint-Denis, pas Sydney, j'ai 3-4 je vais la pleine Saint-Denis, je mange dans Seine-Saint-Denis, je vais chier. أما الفيديو الموالي فهو مفعم بالأحاسيس الجميلة لمشجعة مغربية اختارت أن تعبر عن فرحتها بالمنتخب الوطني على طريقتها الخاصة. الفيديو لقي استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتمت مشاركته على نطاق واسع. أما الدولي المغربي نصير المزراوي فقد عاد إلى تدريب فريقه الإنجليزي والابتسامة تعلم حياه كما سنشاهد في هذه الصور. والختام سيكون بفيديو للاعبي المنتخب الوطني خلال تواجدهم بمدينة السعيدية حيث رسموا الفرحة على وجوه أطفال المركز الفيدرالي بمدينة السعيدية لنتابع. إذن هذه أجمل رسالة يمكن أن تمررها كرة القدم جهة. أكيد وأجمل رسالة يمكن أن تنهي بها حلقتنا اليوم وعددنا اليوم لبرنامج ريبلاي بهذه الابتسامة البريئة. شكرا لك أسامة وإلى الأحد المقبل بحول الله. وصلنا وإياكم أنتم أيضا مشاهدين إلى نقطة نهاية ريبلاي. لا تنسوا الإعادة ابتداء من منتصف الليل. أضرب لكم موعدا للأحد المقبل. إلى الملتقى.